ولسه مكملين طبعا معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا في الاستوديو استاذ محمد باهي ناقد الرياضي في جريده الشروق. مساء الخير عليك استاذ محمود باهي. مساء الخير يا شيماء. مساء الخير. منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي، واكيد عندنا كلام كتير قوي ممكن نتكلم فيه النهارده. ويمكن من اهم الحاجات اللي حصلت هو اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره، الاجتماع اللي كان موجود النهارده الساعه 1 ظهرا. شفت الاجتماع ده ازاي؟ والله هو في تضارب كتير جدا يعني صادر من اتحاد الكوره. اولا الاجتماع فيه يعني صيغه الرسميه شويه، بدليل ان اتحاد الكوره بعت خطابات رسميه ل 18 نادي للانديه كلها بيشير فيها حضور رئيس النادي او من يمثله او من ينوب عنه. فطبعا حدثت ازمه، كل طبعا عارف تفاصيلها، اللي حصل انسحاب مهندس خالد مرتجي من الاجتماع او من الجلسه او حسب توصيف يعني اتحاد الكوره بسبب حضور رئيس نادي الزمالك. طبعا معروف ان رئيس نادي الزمالك في صادر قرار بايقاف من اتحاد افريقيا لكره القدم. صحيح. القرار واضح الأولمبية. ممارسه اي نشاط متعلق بكره القدم. ف في كلام صادر عن اتحاد الكره ان دي جلسه تنسيقيه. ما طب جلسه تنسيقيه زي يعني ما ايه مسمى الجلسه التنسيقيه؟ مش فاهم يعني، احنا مش فاهمين. صحيح، ما حدش فاهم، حتى الاجتماع اصلا هدفه مش مفهوم. دلوقتي في مشكله ما بين النادي الاهلي وما بين بيراميدز ونادي الزمالك، او طبعا النادي الاهلي انا مش شايفه ان هو اصلا طرف في المشكله دي. النادي الاهلي جاله في بدايه يناير جدول فهو ملتزم بيه لغايه شهر مارس القادم، لكن في اعتراض من نادي بيراميدز ونادي الزمالك على الجدول ده، فهم اللي عندهم مشكله. فالمفروض ان الاجتماع ده كان يتحط فيه بيراميدز ونادي الزمالك، هم اللي عندهم مشكله. ممكن لو عايزين يناقشوا حاجه معاهم هم احرار ان هم يناقشوهم معاهم. تمام، بس في كمان كلام صادر ان الجلسه لا فيها بندين. البند الاولاني هي مناقشه ايه الاليات تنفيذ تقنيه الفار. صحيح. وازاي هتمول والكلام ده كله. الجلسه الثانيه اللي هي ابلاغ الانديه بالتصور للجدول الدوري الفتره اللي جايه بعد اغلاق عدد من الملاعب عشان صحيح. كاس افريقيا. ثم بقى الجلسه تفرعت لامور ثانيه، المؤجلات والفرق ومين مضغوط ومين بيجامل والكلام ده كله. يعني الجلسه تشعبت لامور ثانيه. النقطه بتاعت المشكله ان دلوقتي الجلسه او الاجتماع او واتيفر يعني المسمى ايه دي في مقر اتحاد كره القدم. صحيح. ده يكفي ان هي تديها صبغه الرسميه. اكيد. فهل ده يعني ده تحايل شويه؟ ده في نوع من التحايل. الغريب ان ده بيتم في يعني في ظل تواجد يعني قامه كبيره على رئاسه اتحاد الكره زي المهندس هاني بوريدا، عضو في الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي وليه خبرات سابقه. صحيح. الدنيا تحس ان هي مش مسيطر عليها يعني. الامور مش مسيطر عليها. فهي لو جلسه مثلا ما فيش ما يمنع من حضور رئيس نادي الزمالك، الكلام ده مثلا لو جلسه مثلا في اي نادي، جلسه وديه في اي نادي. صحيح. او جلسه مثلا خارج مقر الاتحاد، رسميه بسبب وجودها في الاتحاد المصري لكره القدم، لكن خطاب لكل الانديه. ادي خطوه رسميه. صحيح. مقر اتحاد كره القدم ده برضو صبغه رسميه ثانيه. باشمهندس خالد مرتجي طلع بعد الاجتماع قال ان الجلسه فيها مضبطه حضور، يعني بيشوف مين اللي حاضرين من الانديه، فده برضو صبغه رسميه ثالثه. فهي ازمه بصراحه بدون لازمه، وهي مجرد ان هي اثاره مشكله جديده. احنا شايفين الفتره الاخيره في حاله من التراشق والتشاحن بشكل غير طبيعي، ورغم ان احنا مصر داخله على بشكل غير مبرر. على حد يعني احنا في الفترة الأخيرة أنا مسمي الدوري مش دوري ممتاز، هو دوري المظالم. كله شايف نفسه مظلوم، كله بلا استثناء. الأندية شايفة نفسها مظلومة، اتحاد الكرة شايف نفسه مظلوم، كابتن عصام فتاح ورئاسة اللجنة الحكام مظلومين. صحيح. كابتن عامر حسين ورئاسة لجنة المسابقات مظلومين. طب أنتوا كلكم مظلومين، مين الظالم؟ يعني لما كل الناس مظلومة أمال مين الظالم؟ فهي المفروض فتره حرجه. وكل الانديه عارفه ظروف المسابقه هتتم بهذا الشكل. وكل الانديه عارفه ان في يعني تداخل مسابقات افريقيه وموسم استثنائي للاتحاد الافريقي وبطوله افريقيا دوري الابطال هتتلعب مكثفه السنه دي، وبعد كده زادت الامور ان احنا هنستضيف كاس افريقيا، ده حدث كبير. فاعتقد دي ازمات كلها ملهاش لازمه يعني ازمات فعلا ملهاش اي لازمه. لكن لو جينا برضو نبص على الاجتماع اللي عقد النهارده الساعه 1 في الاتحاد المصري لكره القدم، النتيجه بتاعته ايه بقى؟ مش شايف اي قرارات معلنه او خطوات واضحه، هي كلها كلام مسكنات. يعني ما اشوف يعني على حسب الحدث، احنا حسنا تمهيد الاجتماع ده يكون فيه بقى قرارات ثوريه او فيه رد فعل. اتحاد الكوره الفتره الاخيره هوجم بطريقه جامده جدا يعني. صحيح. تصريحات صعبه جدا من مسؤولين في الانديه، اتهامات بمجاملات واتهامات للتحكيم واتهامات للجنه المسابقات. اتحاد الكوره حتى ما انتصرش لنفسه للاسف يعني. اتحاد الكوره ده المفروض ان هو تكون اقوى يد، لكن اتحاد الكوره بيطلع يقول احنا مالناش اذرع اعلاميه. المدير التنفيذي لاتحاد الكوره صالح سليمان قال احنا مالناش اذرع اعلاميه. طب ازاي؟ اتحاد الكوره مش محتاج اللي يدافع عنه. المشكله ان مفيش لوائح واضحه وصريحه.
لجنه الانضباط او لجنه القيم والاخلاق اللي استحدثت مؤخرا، فين دورها من اللي بيحصل في الفتره الاخيره؟ صحيح مفيش. يعني ده اتهامات واضحه وصريحه، يعني اتهامات يعني في ذمم، بتوصل في ذمم وفساد والكلام ده كله، مش شايفين اي رد فعل قوي. اتحاد الكوره مجرد ان هي كانت، نقدر تقول ان هي كانت جلسه وديه مش اجتماع حاسم يعني، او اجتماع رسمي يعني، اجتماع فيه قرارات قويه. يعني ملخص الازمه اللي اثيرت في الفتره الاخيره دي من نادي الزمالك ومن نادي بيراميدز، ان حصل اجتماع النهارده في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور ال 18 نادي. المفروض ان الاجتماع ده كان مقرر فيه ان يتم التصويت، مش عارفه التصويت على ايه بصراحه، يعني 18 نادي ما هماش اصلا طرف في الموضوع، وده ما حصلش النهارده لان باشمهندس خالد مرتجي مشي من الاجتماع اعتراضا على وجود رئيس نادي الزمالك اللي هو موقوف من الاتحاد الدولي لكرة الاتحاد الافريقي واللجنة الاولمبية، الاتحاد الافريقي عفوا، من وكمان من اللجنة الاولمبية. طيب يعني الاجتماع اتعمل كانه ما اتعملش، بس اتكلموا فيه برضو عن الانديه اللي ليها ملاعب بتلعب عليها دلوقتي، وطبعا الملاعب دي تتقفل بعد فتره بسبب الامم الافريقيه. هو هي الاجتماع برضو نقدر نقول ان هو يعني تم بشكل ودي، يا جماعه نستحمل بعض شويه، يعني نمشي المركب كده بحلوها ومرها، واللي زعلان او متضايق او شايف نفسه في تحامل عليه او في ضغط الجدول مباريات ويستحمل بس الفتره دي. لكن انا مش شايف اي قرارات، يعني مش شايف اي امور واضحه، حتى مثلا كلام بتصدر تصريحات مثلا من مسؤولين في اتحاد الكوره بتكون اشبه بقرارات الدوري هينتهي امتى، مصير بعض الانديه نقل مبارياتها امتى، زي مثلا شفنا نادي الاسماعيلي هيتنقل مبارياته ملعب جهاز الرياضه العسكري، نادي المصري هيلعب في السويس. يعني في نادي الاهلي كمان مش هيلعب في السلام، فقدامه دلوقتي يا اما بيترو سبورت يا اما الجبل الاخضر. هو بيحاول طبعا ان احنا نلعب في المقاولين العرب، او ده الافضل يعني، او كمان في كلام عن نادي السكه الحديد. بالظبط كده، يعني هو مجرد ان هو يا جماعه احنا الفتره اللي جايه بنبلغ. طب ما في اوريدي يعني خطوات تمت ان النادي الاسماعيلي فعلا ماتشاته اتنقلت، ما بقاش فيه جديد. دلوقتي النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقولي بيدور على ملعب بديل لملعب السلام، عشان خاطر ملعب السلام هيتقفل ان هو من ضمن الملاعب ليها استضيف سواء مباريات او تدريبات. بيترو سبورت كمان بنسبه كبيره هيكون بيترو سبورت. ليه بقى؟ لانه برده السكه الحديد يعني ملعب يعني على شارع رئيسي، ده وفقا لتبريرات الجهات الامنيه الفتره الاخيره، هيبقى على ملعب على شارع رئيسي او جهه يعني ممر الرئيسي للبلد، شارع صلاح، شارع طريق النصر. فاعتقد ان هو مش هيتلعب عليه، والا كان اتلعب على ملعب الكليه الحربيه، استاد القاهره نفسه ما بيتلعبش عليه. فاعتقد ان هو بيترو سبورت هو الملعب الاقرب اللي هيستضيف مباريات النادي الاهلي. صحيح. طيب خلينا نرجع بقى لامبارح ومباراه انبي والنادي الاهلي، المباراه اللي انتهت لصالح النادي الاهلي بهدفين، لهدف احرزهم ايمن اشرف واجاي، وكمان احرز لانبي محمود قعود. شفت اللقاء ده ازاي؟ والله امبارح طبعا الاهلي حقق فوز صعب شويه. ليه صعب شويه؟ ليه شفنا الاهلي مش هو الاهلي اللي لعب قدام سيمبا التنزاني؟ لا هي برضو كل مباراه هتكون ليها ظروفها، يعني برضو انبي لحد ما كابتن علي ماهر درس النادي الاهلي كويس جدا. صحيح. كابتن علي ماهر لا يعني اشتغل مع لعيبه اشتغل مع لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي في الفتره الحاليه، عامل شغل متميز. برضو نادي انبي في نفس الوقت عنده مشكله وموقفه صعب جدا في الدوري، فكل المباريات اللي هتبقى جايه في الدوري هتبقى صعبه. ده بالعكس. صحيح. انا بشوف الفرق ان الناس شايفاها فرق صغيره هتبقى ماتشاتها اصعب من اللي هي الفرق اللي بتنافس على المقدمه شويه، وكمان عندها السبب اقوى ان هي تفضل موجوده في الدوري الممتاز، ما تهبطش للدوري الدرجه الثانيه. ما الفرقتين الاهلي عايز يوصل للصداره، يسبق الزمالك وبيراميدز، وفي نفس الوقت انبي عايز يسبق نص انديه الدوري اللي بتنافس على الهبوط. صحيح. فاعتقد ان امبارح كان مباراه كان ادارها كابتن علي ماهر بشكل كويس جدا. برضو في نفس الوقت ما نحط في الاعتبار ان ضغط جدول مباريات النادي الاهلي طبيعي، هتلاقي في ماتش كويس جدا وهتلاقي ماتش تاني المستوى متذبذب. اتاخر الفوز شويه، يعني اللي شفنا في الماتشات اللي فاتت كان النادي الاهلي بيتقدم بواحد واثنين وثلاثه وبيقتل المباراه. امبارح كان يعني النادي الاهلي في اخر مثلا ربع ساعه او ثلث ساعه من المباراه كان ساب المبادره شويه لامبي، وامبي يعني جاب جون وكان قرب شويه من التعادل. صحيح. لكن اعتقد ان هو في الاجمالي يعني كانت مباراه هنقول مقبوله، لكنها اقل شويه، اقل فنيا من الماتشات السابقه. حقيقي. طيب نروح لطلب انبي امبارح اللي تم التصريح بيه باعاده اللقاء، وطلع طبعا كابتن عصام عبد الفتاح وقال ان الامر ده مستحيل، شايف ان فعلا انبي تعرض لظلم تحكيمي في اللقاء؟ والله هو حتى لو فريق تعرض لظلم، انا شايف ان كل الانديه استفادت وتضررت من التحكيم كلهم بلا استثناء، كل الانديه. فشفنا امبارح تصريحات لكابتن عصام عبد الفتاح بيجزم ان هو بيراهن على منصبه ان هو الهدف اللي سجله نادي انبي
الثاني تسلل. صحيح، هو تسلل. واشاد بقرار الحكم المساعد. هو بصراحه هدف رائع بس تسلل. هي كحاله تحكيميه صعبه شويه. يعني صعبه كمان في ظل جوده البث التلفزيوني عندنا، في ظل التصوير والكلام ده كله. لكن هي لما يطلع اكبر راس في التحكيم في مصر بيراهن على منصبه حاجه زي كده، صحيح، فالراجل يعني مش هيخسر رهان بحاجه زي كده. دي نقطه. حتى لو هو نادي انبي ظلم فيها، هتلاقي برضو نادي انبي في ماتشات تانية استفاد من التحكيم. النادي الاهلي ظلم في ماتشات واستفاد من التحكيم في ماتشات تانية. فهو التحكيم دي مش آلة الكترونيه. الحكم بياخد قراره في ثانيه. احنا هنا قاعدين في الاستوديوهات التحليليه بعد الماتش في نص ساعه عمالين نعيد الكوره ومش متاكدين منها. هدف حقيقي، هدف رائع من رامي صبري، لكن الهدف حقيقي يعني زي ما الناس كلها شايفين في الاعاده، هو بيتعاد قدامنا دلوقتي تسلل. هي بس الازمه ان كمان ان الهدف لنادي انبي كان جاي في توقيت صعب جدا، وهو ده سبب الضجه الكبيره. يعني جاي هدف جاي في الدقيقه 91 او 92 تقريبا، وكان هيضمن نقطه لنادي انبي اللي زي ما بنقول بيصارع على الهروب من الهبوط. فلما يكون توقيت حاسم لهدف زي ده مع فريق، طبعا انت بتلعب فريق منافس قوي، فبتبقى الصدمه كبيره شويه. حتى لو في ظلم تحكيمي، نادي انبي بيحاول. ما ياما شفنا انديه تانية بتطالب اعاده مباريات ما فيش حاجه حصلت، وانديه تانية بتهدد مش هنلعب مع الحكم الفلاني وبيجي الحكم الفلاني. اذا كان الاهلي لما تعرض لاكبر ظلم تحكيمي في المباراه اللي كانت في بدايه طبعا الدوري في الموسم الحالي، لما شفنا وليد ازارو بيتاخد لمس كتاف في الملعب في مباراه الانتاج الحربي، ما شفناش يعني عايزين في الدوري الانجليزي المباراة. في الدوري الانجليزي من يومين ليفربول ويست هام هدف تسلل من مليون في الميه، مليون في الميه واضحه بقى، وجوده التصوير اعلى وكل حاجه. ومع ذلك ما طلعناش شفنا مثلا ويست هام بيطالب اعاده الماتش. فاعتقد هي مجرد مطالبات اللي هي ايه، تصريحات عنتريه. حتى اتحاد الكره النهارده ما فصلش فيها. هو اكتفى كابتن عصام عبد الفتاح امبارح قال لك طالما ما حصلش خطا فني ان لعيب اتطرد او لعيب مثلا خد انذارين وما اتطردش، يبقى المباراه لا تعاد. صحيح. فانا شايف حاله جدليه. ممكن يكون نادي ام بيتظلم، ممكن وارد، ممكن ما يكونش ما اتظلمش. بس كابتن عصام عبد الفتاح قال ان الهدف تسلل وقرار الحكم صح، واشاد بالحكم ومساعديه. فاذا المشكله برضه هي ازمه بدون لازمه، مجرد تصريح عنتري زي ما بيحصل من كل الانديه في الفتره الاخيره. طيب خلينا نروح بقى لمباراه النادي الاهلي القادمه. شايف النادي الاهلي عنده تزاحم وضغط كبير جدا في المباريات، يمكن في 8 ماتشات بيتلعبوا في شهر 2 اللي هو اصلا 28 يوم. عندنا مباراه القادمه هتكون قصاد حرس الحدود، تكون ان شاء الله دي المباراه رقم 21 او الجوله 21 من الدوري المصري الممتاز. شايف اللقاء ده هيكون ازاي؟ زي ما بقول لك يا شيماء، اي مباراه هتكون صعبه. هتكون كل مباراه بظروفها. لو النادي الاهلي سجل مبكرا مثلا في اول ربع ساعه او ثلث ساعه زي ما بنشوف، وحسم المباراه بدري، هيريح نفسه وهيدي برده فرصه لسارتي ان هو يريح بعض اللعيبه ويدي فرص لبدلاء تانيين وتجهيز. لان دلوقتي الاهلي بيسابق الزمن ان هو على صراع الصداره في الدوري، وفي نفس الوقت استعاده مصابين، وفي نفس الوقت تجهيز لعيبه مهمه للفتره اللي جايه، لان برده الفتره الجايه محتاجه تدوير كتير. في بطوله افريقيا، ففي كاس مصر المفروض، في ممكن بطوله سوبر. فاعتقد ان المهمه هتكون صعبه على الاهلي وحرس الحدود. حرس الحدود برده في نفس الدايره، بتتكلم في فريق برده مش عايز يعني يفقد نقاط جديده ان هي هتورطه، لان دلوقتي اي فريق بيكسب ممكن تلاقيه بينط 3 4 مراكز في جدول الدوري. فالمباراه هتكون صعبه. كابتن طارق العاشي برده من المدربين المميزين اللي بيعرفوا يلعبوا النادي الاهلي، واللي سبق ليه ان هو حقق نتائج ايجابيه كتير ضد النادي الاهلي. فاعتقد المباراه مش هتكون سهله. هيكون الفصل فيها ان برضو هدف مبكر او الحسم المبكر هيسهل المأمورية شوية، خاصة ان الاهلي هيسافر في نفس يوم المباراة عشان يلعب سيمبا التنزاني. فرغبة الاهلي المفروض تكون قوية عشان ما يورطش نفسه او يأزم نفسه مع اختبار افريقي جديد. فهو يحسم مبكرا. طيب، في ظل دي يعمل ايه بقى مع ضغط المباريات دي؟ يريح اللعيبه مثلا في مباراه اللعيبه الاساسيين في مباراه حرس الحدود عشان يقدر يواجه سيمبا التنزاني بقوه ضربه. شايف هيعمل ايه في كل 3 ايام يمكن مباراه؟ يعني الموضوع صعب جدا. لا هو صعب يريح يعني عدد كبير، يعني ممكن التغيير يكون في حدود لاعب او 2 بالكثير قوي. يعني احنا شفنا في الفتره الاخيره مثلا جيرالدو في مباراه انبي لعب مباراه اساسيه كامله. وأثبت مش مقيد في القائمة الأفريقية. لا أنا بتكلم ماتش حرس الحدود. فوارد إن هيكون موجود. أجاي برضو بدأ يستعيد الفورمة تدريجيا، فأعتقد هتكون دي فرصة. اللي بيعمله لاسارتي دلوقتي المفروض يتعمل في ماتشات ودية، إنك بتجهز بس ناس. بس هو لاسارتي ما كانش عنده وقت لا يعمل ماتشات ودية ولا يعمل فترة إعداد ولا أي حاجة. هو جه على الوضع الحالي، وكان عنده طبعا تحدي كبير جدا إن هو يلعب ويلعب ماتشات متأجلة ويلعب أفريقيا، فالموضوع برضو كان صعب. ما احنا شفنا مثلا في مباراة سيمبا الأخيرة لما الأهلي حسم مبكرا بثلاث أربع أهداف. صحيح. الشوط الثاني بقى يعني تحول كأنه مباراة ودية، شال
بعض اللاعبين ودفع بعض اللاعبين عشان يجهزهم للفتره اللي جايه. يمكن حل للنادي الاهلي في المباريات القادمه كلها ان هو ينهي اللقاء مبكرا باحرازه للاهداف في بدايه اللقاء. بالظبط كده، يعني يطلع الشوط الاول على الاقل فرق 2. ما كانش كده هيصعب الموقف على نفسه. صحيح. هيطمع الفرقه المنافسه فيه، خاصه زي ما بنقول الفرق اللي جايه كلها موقف الانديه كلها صعب جدا جدا، اللي بينافس على هبوط اكتر من اللي بينافس على لقب الدوري. فاعتقد انها هتبقى مباراه صعبه. الفترة الأخيرة شفنا زي ما بنقول ناس بدأت تخش في التشكيلة الأساسية زي أجاي، زي جيرالدو، ممكن دفع بعض عناصر زي حسام عاشور في المباراة الأخيرة برضو نزل في الوقت الأخير عشان يتجهز بعد عودته من الإصابة. فأعتقد أن هو التغيير مش هيكون كتير، لكن المباراة مش هتكون سهلة، خاصة أن كابتن طارق العشري مدرب مميز جدا وسبق ليه زي ما بنقول حقق نتائج كويسة جدا ضد النادي الأهلي، سواء مع حرس الحدود أو سواء مع أعتقد إنبي أو المقاولين العرب قبل كده، و اهلي بني غازي. طب خلينا نروح للصفقات الجديده اللي النادي الاهلي دعم صفوفه بها في الانتقالات الشتويه اللي فاتت اللي انتهت يمكن من ايام. شايف افضل صفقه واكثر صفقه لفتت انتباهك لحد دلوقتي مين؟ والله الصفقات كلها مميزه جدا، يعني عناصر فعلا اضافه. احنا شفنا في الفتره الاخيره فينا تحسن ملموس في نتائج النادي الاهلي وفي الاداء، يعني صحيح. مش نتائج بس وفي الاداء، اي نعم الاداء برده ما وصلش اللي هي التوب فورم زي ما بنقول، ممكن نقول 50 60 يعني 60%. بقينا بنشوف حاجه جديده، بقينا بنشوف تمريرات مختلفه، طريقه تكتيكيه مختلفه للنادي الاهلي في الفتره. ما هي بصمات المدرب هتبتدي تظهر تدريجيا واحده واحده. برده الراجل زي ما بنقول احنا ده راجل داخل على جدول مضغوط، صحيح. بيعمل اللي في الماتشات الرسميه اللي المفروض يتعمل في الوديات، بيجهز مصابين وبيجرب طرق لعب وبيجرب لعيبه في مراكز ثانيه، وفي نفس الوقت عنده قائمه مثلا فيها اكتر من 10 لاعبين مصابين وفترات وللأسف طويله. وللاسف كل ما يبتدي يجهز في لاعب تلاقي لاعب اخر اتصاب، يعني انا فعلا بشفق عليه، يعني ما فيش يومين ثلاثه بيعدوا على النادي الاهلي سواء تمرين سواء ماتش الا لما لاعب عندنا بيقع، يعني يمكن اخرهم النهارده عمرو جمال عنده مشكله في العضله الاماميه، خلاص هو عمل تقريبا رنين المغناطيسي، لسه مش عارفين النتيجه لحد دلوقتي النتيجه الاكيده، لكن الموضوع صعب جدا. حتى الصفقات الجديده ياسر ابراهيم اتصاب، نلاقي حمدي فتحي اتصاب، نلاقي محمد محمود رباط صليبي، رمضان صبحي اتصاب. في هو عمرو جمال موقفه مختلف شويه، لان عمرو جمال الفتره اللي فاتت كلها بعيد، بس هو ممكن في نفس الوقت حمل زياده بدني عليه زياده في التدريب، ممكن يكون حماس زايد من اللعيبه نفسه، من اللعيب نفسه ان هو عايز يرجع وعايز يفرض نفسه على التشكيله. لكن بالنسبه للصفقات الثانيه برضو انت بتجيب لعيب من نادي معين بيشتغل بحمل تدريبه معين، يعني مثلا نقول حمدي فتحي كان متعود في ام بي يلعب مباراه كل اسبوع مثلا او كل 10 ايام، ما لحقش، بيخش على فرقه بتلعب كل 3 ايام ماتش، ايوه بس ما لحقش، فالحمل بتاعه بيختلف. فدي طبعا محتاجه دراسه وتقنين، محتاجه فتره اعداد، الكلام ده كله زي ما بنقول موقف صعب. متوقع ان في اصابات ثانيه، متوقع رمضان صبحي لعب 4 5 ماتشات ورا بعض بالفول باور بتاعه، شفناه ريح ماتشين الفترة الأخيرة عشان برضه في معترك أفريقي مهم. فالإصابات اللي بتحصل في النادي الأهلي طبيعية لضغط الجدول الماتشات، كتر رحلات السفر. أنا فاكر تصريح لكابتن مصطفى يونس لما كان بيتكلم عن أزمة النادي المصري وعدم اللعب في بورسعيد وكده، وإن هو بيروح برج العرب رايح جاي، قال لك الجهاز الفني بيجي له شد عضلي، فما بالك اللعيبه اللي بتنزل وبتبذل مجهود 90 دقيقه. ده حقيقي. فلما اللعيب يجي مثلا من برج العرب للقاهره ثم يروح تنزانيا ثم مش عارف يرجع، يروح الكونغو، كل لا ومطالب انك تكسب، مش مطالب انك اي تعثر تاني، وفي نفس الوقت عليك حمل كتير، وفي نفس الوقت مثلا الصفقات الجديده دي يعني جايه بمبالغ، عايزه تثبت اللاعب مثلا جايب 30 او 40 مليون، عايز يثبت ان هو يستحق ان هو المبلغ ده، وعايز يصنع لنفسه. ده ممكن التوتر ده لوحده والضغط ده لوحده يجيب له اصابه وهو بيلعب. ده اللي احنا بنقول عليه، ممكن يكون لعيب من حماسه زي ممكن لعيب بيتحامل على نفسه في تدريب اكتر، ياخد جرعات تدريبيه اعلى فبتاثر عليه في الاخر وبيتصاب. ويمكن بمناسبه الكلام بقى عن الاصابات، من يومين تقريبا اصدر مجلس اداره النادي الاهلي قرار ان هو هيعمل منظومه طبيه فيها طبعا اطباء العظام، اطباء القلب والاوعيه الدمويه وكل التخصصات عشان تغذيه. صحيح صحيح، عشان النادي الاهلي يقدر بقى يواجه شبح الاصابات اللي بيطاردنا في كل الاوقات ده. ما هي فتره صعبه، وقرار كان يعني قرار موفق، ونتمنى ان هو يتم التحرك فيه بشكل اسرع، مش في النادي الاهلي بس، في كل نادي بيمثل مصر في البطولات الافريقيه، لان ده متوقع. يعني برضو هنقول تاني، الناس يعني متغافله امر ما، ان النادي الاهلي وصل نهائي افريقيا سنتين ورا بعض، فعنده تلاحم مواسم
سنتين ورا بعض. صحيح. ولسوء الحظ لعيبه النادي الاهلي ما بياخدوش اجازات. ما يعرفوش ان هي اجازات. ولسوء الحظ ان دوري ابطال افريقيا السنه دي جاي بعد البطوله اللي لسه منتهيه. وبعد كده داخل امم افريقيا. بعد كده داخل في كاس امم افريقيا. صحيح. فاللعيبه ما بياخدوش اجازات برضو بينضموا للمنتخب. وبعد كاس امم المفروض في جدول مستمر المراحل الحسم بقى اللي هي المراحل اللي هي الحسم البطوله والمنافسه المشتعله. احنا بنتكلم كده عن 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 الجداول دي يعني بجد بشفق على اللعيبه. يعني انت بتتكلم دلوقتي في واحد كانه بيشتغل 365 يوم من غير ما ياخد اجازه، هيجي له وقت وهيقع، لازم هيقع. ما لو ما وقعش بدنيا هيقع نفسيا. ممكن يديك مثلا بنسبه كويسه في مباراه اثنين ثلاثه، لكن طبيعي يقع منك من ضغط واجهاد وضغوط نفسيه كثيره وسعي لاثبات ذات والامور دي كلها، وخاصه انت بتلعب في نادي كبير بيلعب على كذا جبهه، جمهوره ما بيقبلش الخساره رغم ان الخساره وارده في كره القدم، ودي برده عندنا مفقوده، يعني انت ممكن تخسر عادي، انت ممكن تعمل كل اللي عليك وتخسر، لكن لا الجمهور لا انا مش وده غلط للامانه يعني هو ده بس غلط. هو جمهور النادي الاهلي تقريبا هو ده من كتر ما النادي الاهلي طول عمره معوده ان هو بيكسب فبقى ده حق مكتسب بالنسبه للجمهور، وغير كده الجمهور رافضه كمان، الجمهور مش بس عايز يكسب، عايز يكسب ويؤدي اداء كويس جدا يطلع بالثلاث نقط، عايز كل حاجه. بالظبط كده، بس برضو معايير المنافسه اتغيرت. انت دلوقتي بقى ليك اكتر من منافس، بقى في تحديات كتيره. صح. بقت في امور كتيره بتدار خارج حدود الملعب. فدي لازم تتحط في الاعتبار. طيب بمناسبه الكلام عن المنافسه في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، شايف المنافسه ازاي؟ النادي الاهلي يمكن بيفرق ما بينه وما بين نادي الزمالك في حاله الفوز في اخر مباراه مؤجله ان شاء الله لينا، هيكون الفرق يا دوب 6 نقاط. شايف الدوري في الموسم الحالي المنافسه فيها تكون عامله ازاي؟ الدوري في الموسم الحالي هتحدده ماتشات الاهلي ضد الزمالك، المباراتين اللي فاضلين والمباراه الاخرى قصاد بيراميدز، المواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك وبيراميدز. يعني برضو نادي الزمالك عنده ماتش تاني مع بيراميدز في الدور الثاني، والاهلي عنده ماتشين مع الزمالك وماتش مع بيراميدز. اعتقد المواجهات المباشره بين الفرق الثلاثه هتحدد بشكل كبير، فاللي هيستفيد منها اكتر هو اللي هيكون اقرب للقب الدوري. لكن زي ما نقول الدوري لسه في شهر 8، ده لو استمر البطوله نهايتها، لان في كلام برضو يعني تسريبات وفي كلام تلميحات انه ممكن يتلغي رغم نفي اعضاء اتحاد الكره. صحيح. ووزير الشباب والرياضه اللي طلع وقال ان استحاله ان يتم لغي الدوري المصري في الموسم الحالي، وقال ان ده طبعا هيتسبب في كوارث كتير جدا للعاملين في قطاع كره القدم، وده حقيقي فعلا. الدوري لو تم الغائه هيتسبب في كوارث ماديه كبيره جدا للعاملين في قطاع كره القدم. كمان في انديه كتير، مش بس مش بنتكلم على الاهلي وزمالك وبيراميدز، في انديه عندها مشاكل اصلا ماديه. بالظبط كده، بالظبط. وفي نفس الوقت هو الدوري السنه دي عامل زي الموجه، يعني هو المنافسه فيه عامله زي الموجه، لسه في شهر 8. نادي الزمالك مثلا مؤخرا خسران من جورمايا 4-2، دي موجه جديده على نادي الزمالك. صحيح. هل هيقدر هو بقى يتجاوزها في الدوري؟ هل ممكن يتعثر؟ هل ممكن يتاثر لعيبته نفسيا؟ وفي نفس الوقت انت يعني الصعوبه بالنسبه للاهلي ان هو مطالب ان هو يكسب، وفي نفس الوقت ينتظر هدايا من منافسيه. وفي نفس الوقت نادي بيراميدز عمال يدعم صفوفه ومتعاقد مؤخرا مع مدرب عالمي، تشكيله قويه جدا. صحيح. وبيضغط بقوه جدا، وبرده سحب من النادي الاهلي 3 نقاط بالفوز عليه. اعتقد زي ما بقول المواجهه بين الثلاثه دول اريحهم في جدول الماتشات هو بيراميدز. صحيح. اريحهم، لكن هو فريق ما عندوش استقرار، يعني ما تعرفش. بس انت برضه لو جيت تبص على نتائج بيراميدز تلاقي عندهم كم هائل من التعادلات، يمكن اكتر من 9 تعادلات في الموسم الحالي. لا، هو بيراميدز بالتشكيله اللي محطوطه بتاعته دي بالكم الاستثمارات والمبالغ المدفوعه المفروض ان هو يفرق عن الاهلي وزمالك بكتير، يعني هو عنده تشكيله قويه جدا جدا. صحيح. لكن هو تعثر ليه؟ لان كل شويه ده بيراميدز 5 مدربين لغايه دلوقتي. خمس مدربين لغايه دلوقتي، ولسه الدور الثاني في بدايته. ده اللي بيميز نادي الزمالك شويه السنه دي، جروس يعني ماسك نفسه لغايه دلوقتي. نادي الاهلي مر بصدمه كبيره جدا، دوري ابطال افريقيا، وبعد كده جه كابتن محمد يوسف، البطوله العربيه كمان، البطوله العربيه، وبعد كده جه كابتن محمد يوسف، يعني الدنيا اتوازنت لحد ما في النتائج. بعد كده جه لاسارتي، الدنيا اتحسنت في النتائج والاداء تدريجيا بيتحسن ان شاء الله يستمر الاداء ده. فالمنافسه بين الثلاثه هتكون قويه جدا. اريحهم نادي بيراميدز، لكن اكثرهم خبره بالمنافسه هو الاهلي والزمالك طبعا. صحيح، صحيح. طيب خلينا نروح سريعا لمنتخبنا الوطني الاول وامم افريقيا 2019 اللي مصر هتستضيفها باذن الله. شايف ازاي منتخبنا الوطني الاول يقدر ينافس على البطوله دي، خصوصا طبعا ان هي على ارضنا وما بين جمهورنا؟ هو طبعا يعني منتخب مصر دلوقتي في ناس بتتكلم ان هو هل الجيل الحالي عنده خبره ان هو يلعب تحت ضغط جمهور وكذا، والمتوقع ان حضور جماهيري هيبقى 100,000 متفرج في كل مباراة. دلوقتي المعايير اختلفت، احنا دلوقتي عندنا
لاعب من افضل 5 لعيبه في العالم محمد صلاح بيلعب تحت ضغط جماهيري غير طبيعي، عندنا محترفين بيلعبوا في اوروبا كل الماتشات بحضور جماهيري عالي، فاعتقد ان هي التخوف من موضوع اللي هو اللعب تحت ضغط جماهيري مش هيكون موجود. في نفس الوقت الكرة الأفريقية بتمر مرحلة تغيير جلد كتيرة جدا، في قوة كروية مثلا تراجعت كتير زي غانا مثلا، في قوة ما زالت موجودة بقوة، في قوة صعدت زي السنغال، في نيجيريا برضو عندها منتخب قوي، منتخب المغرب منتخب قوي، منتخب تونس برضو بيعيد ترتيب أوراقه، فأعتقد أن مصر بسلاح الأرض والجمهور وبرضو المدرسة الجديدة التدريبية الجديدة مع أجيري برضو بقى فيه برضو تحسن ملحوظ في الأداء وبقى فيه دم جديد، فأعتقد أن منتخب مصر هيكون من ضمن على الأقل، يعني إحنا لو رشحنا 4 منتخبات أكيد منتخب مصر هيكون من بينهم ويمكن رقم 1. منتخب مصر هو وصيف البطولة الأخيرة بظروف أصعب من اللي إحنا فيها دلوقتي بكتير، دلوقتي في لعيبة اكتسبت خبرات أكتر، منتخب مصر دلوقتي كان أحد الخمسة الممثلين لأفريقيا في كأس العالم، فدلوقتي منتخب مصر تقل بمعنى أصح يعني، فأعتقد أنه فرصه كبيرة جدا جدا يعني في الفوز بالبطولة، وده اللي أكده حتى هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب أنه رشح مصر والسنغال للفوز بكأس الأمم. بشكرك جدا جدا أستاذ محمود باهي على وجودك معنا النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجودك معانا في قناه النادي الاهلي. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، وبكره مفيش هيكون عندنا هواء او مش هيكون عندنا حلقه كلام في الميديا، لان هيكون في بث مباشر لحدث مهم جدا طبعا، وهو افتتاح صاله الكاراتيه الجديده في النادي الاهلي، وهتكون اكيد من افضل صالات الكاراتيه اللي موجوده على مستوى الشرق الاوسط، وده اكيد في اطار تنفيذ برنامج عيله النادي الاهلي. اسيبكم بكره ان شاء الله تتابعوا الافتتاح، واشوفكم باذن الله يوم السبت اللي جاي في حلقه جديده من كلام في الميديا. اشوفكم على خير.